بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة، النهاردة انا هشرح لكم ايه هو بروجرام الساب، هشرح لكم كل حاجة عنه بداية من تسطيب بروجرام. بصوا، انتوا لو جيت هنا عندي على الديسكتوب ده، انا ما عنديش بروجرام الساب، عندي ده ساب 2000 فيرجن 18، مش ده اللي احنا بنستخدمه. احنا بنستخدم ساب 2000 فيرجن 14. مبدئيا البروجرام هو معايا النيو فولدر ده اللي عليه البروجرام ده، هنزله لكم، هبعته لكل الناس، هنزله دروب بوكس، وتقدروا وابعت لكم اللينك بتاعه. كل اللي انت هتيجي تعمله هتدوس على السيت اب، بعد كده تدوس كمل مع نيكست، اي اكسبت، بعد كده نيكست 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 برضو، بعد كده انستول. كده يبتدي ينزل البروجرام نفسه لحد اخر حاجه ما جاب لي دي، هدوس فينش عادي. تمام، هتيجي كده على الديسكتوب هتلاقي نزل ساب 2000 فيرجن 14. بس الفكره ان انت لو جيت تفتحه برضو مش هيفتح. هنعمل ايه؟ ده الكراك بتاعه، هدوس رايت كليك، اكستراكت هير، افتح لك فولدر كده، هتشغل الكراك ده. بص، تارجت فايل ده انا عايز مكان فايل الساب اللي هو في السي. بص، هتدوس هنا. تمام، وهنبتدي ان انا ادي هدخل على السي، بعد كده بروجرام فايلز اكس 86، بعد كده اختار، هتلاقي هنا المفروض كمبيوتر اند ستراكشرز، تدخل عليها هتلاقي ساب 2000 فيرجن 14، تلاقي ايكون بتاعت ساب 2000 كده. انا حددت له المكان، دوس نيكس، دوس اوكي، ودوس فينش. فايل سكسسفولي باتشت. كده هو عمل الكراك مظبوط. لو جيت بقى افتح البروجرام، هفتحه من هنا، ايه، دبل كليك عليه عادي هيفتح. فتح معايا عادي. بصوا يا جماعة، أول حاجة ايه الساب؟ الساب ده عبارة عن structural analysis program. طب ماشي، يعني ايه برضو structural analysis program؟ قلت لك ان الساب ده عبارة عن structural analysis program. يعني ايه structural analysis program؟ يعني برنامج بيعمل لي analysis. يعني ايه برضو analysis؟ خلينا نفترض مثلا كده ان انا زي الكويستشن ده كده، انا معايا سيمبل بيم. بص يا جماعه، ده حاجه بسيطه، هفهمك الفكره، ايه فكره ان انا بستخدم الساب، وبعد كده ايه ابتدي افهمك هنشتغل ازاي. مبدئيا دي افترض ان ادي سيمبل بيم سبان 8 متر وعليها ديستريبيوتد لود ب 10 كيلو نيوتن لكل متر رام، وده الكروس سكشن بتاعها. انا بقول لك ان دي كاميرا عرضها 25 ودبسها 60. انا هنا قاطع سيكشن اللي هو واحد واحد، كاتب عليه هنا سيكشن واحد واحد، ده سيكشن في الكاميرا. بقول لك الماتيريال بتاعتها كونكريت، والجامعة بتاعتها ب 25 كيلو نيوتن لكل متر كيوب. البيم دي في العادي زمان انت عشان كنت تعمل لها اناليسيس كنت بتعمل ايه؟ اناليسيس معناها ان انا عايزك تقول تجيب لي الشير والمومنت. هجيب الشير والمومنت ازاي؟ انا المومنت مثلا كنت هجيبه ازاي؟ هتخلي البيم دي موجودة عندك كده، تقول لي المومنت هنا دبليو ال سكويرد اوفر 8. فالدبليو هنا انا بقول لك الديستريبيوتد لود ده ب 10 والسبان ب 8، ف 10 في 8 سكوير ده على 8 يديك 80 كيلو نيوتن في متر. تمام، الكلام ده لو هي سيمبل بيم، عرفت ان انت عرفت توصل مومنت في النص. لا، طب لو افترضنا بقى ان البيم دي ادي السبان ده وفي كذا سبانز تانيين، يعني افترضنا ان هو السبان ده وبعد كده سبان تاني، فدي لو افترضنا ان هي قلبت continuous beam، في الحالة دي انت مش هتعرف تجيب المومنت. عشان تجيب المومنت والنورمال والشير الموضوع هيبقى معقد، لان انت هتبتدي ايه؟ هتبتدي تخش في طرق حل static indeterminate structure. عايزين نتفادى كل الكلام ده، فبنعمل ايه؟ فبنستخدم بروجرام زي الساب. تاني حاجة، عندي مشكلة تانية، ان انا حد هيقول لي طب ما انا ممكن احلها عادي بالطرق التانية اللي هي الصعبة دي.
سواء الفكرة ان انت لو افترضنا ان انت المبنى عندك مثلا الدور الواحد هتلاقي فيه 20 او 30 كاميرا، ولو افترضنا ان المبنى ده 10 15 دور، فهتلاقي ان انت عندك ده دخلت يعني حوالي عندك 20 كاميرا في الدور، وهو 10 ادوار حوالي 200 كاميرا. ف200 بيم ان انت تصممهم، ده الموضوع ده هياخد وقت كتير جدا ويبقى صعب. فانا عايز حاجة تسهل عليا، فبدأت قال لك ايه، قال لك خلاص طب اعمل لي موديل، نستخدم بروجرام نقدر نعمل نموديل المبنى، انا احط المبنى بكل حاجة وهو الموديل ده يحسب لي كل الحاجات اللي انا محتاجها، سواء شير مومنت نورمال ستريسز، كل ده هو يحسبه لي دايركت بنفس الطرق العادية بتاعتنا. عشان نقرب الفكرة، انا هموديل اول حاجة هموديل سيمبل بيم اسبانها 8 متر وعليها ديستريبيوتد لود ب 10 كيلو نيوتن لكل متر رن، وزي ما قلت لك السكشن بتاعها وادي الجامة بتاعتها والماتيريال بتاعتها كونكريت. اول حاجة تعالى كده هدوس فايل نيو موديل، تمام. اول حاجة اليونتس، اهم حاجة تاخد بالك منها هي اليونتس. اليونتس هنا على حسب يونتس المسألة، يعني انا مثلا هنرجع كده، يعني انا هنا خليتها كيلو نيوتن وميتر، ايه السبب؟ بص هنا المسألة مديك اللود ب 10 كيلو نيوتن لكل متر رن، فانا كده شغال كيلو نيوتن ومتر، خليت دي كيلو نيوتن ومتر، وابدأ لي شاشة بلانك. بلانك ده معناه ان انا بقول له اديني الشاشة فاضية وانا هقول لك على كل حاجة انا اللي هعملها. فتح لك 2 3D فيو، هقفل واحد فيهم وخليني انا على 3D فيو كده. خلينا نتفق على اول حاجة. اول حاجة ايه هي دلوقتي؟ انت البروجرام بيقرأ ايه الاكسس اللي بيقراها البرنامج؟ مبدئيا البروجرام بيفهم ان ده الاكس اكسس وده الزد اكس، واللي داخل جوه اندبس ده الواي اكسيز، يعني ده الواي دوت الاكس ودوت ايه الزد، تمام. فاذا انا عشان اموديل بيم زي دي، البيم دي لو تلاحظوا معايا دي هموديلها في انهي بلان، يعني بيم زي دي مثلا موجودة هعمل لها موديلنج، ادي ده انا قلت لك ان ده الاكس، فاقدر احط الاسبانات اللي موجودة عندي اعمل فيها جريدز، هموديلها في الاكس والزد، ده كلام منطقي، تمام. تمام لو افترضنا مثلا ان انا ادي دي بيم، طب لو افترضنا ان هي بدل من ان هي بيم كده تو سبورتس بقت فريم حاجة بالمنظر ده، هتموديل حاجة من ده ازاي؟ بنفس الطريقة، هو ده برضو مرسوم في الاكس مرسوم ايه في الزد. طب هل انا لو ما هموديل مثلا فريم عندي حاجة في الواي؟ الواي ده اللي داخل جوه اندبس، ما عنديش حاجة في الواي. الواي ده بقى ايه، امتى يبقى عندي حاجة فيه؟ لو انا مثلا بموديل سلاب، يعني انا مثلا لو انا بقول لك عندي دي بلاطة دي سلاب مثلا وعايز اعمل لها موديلنج، تمام، هتموديل السلاب دي ايه، هعمل لها موديلنج هيبقى في الاكس وفي الايه وفي الواي. طب حد هيقول لي هو مش بتاع السلاب دي، كاني باصص السلاب دي، انا باصص من بلان فيو، يعني انا كاني قاطع في المبنى وباصص عليه من فوق، فانا شايف انهي دايركشن، انا شايف الدايركشن ده والدايركشن اللي هو اندبس ده، يعني لو جيت الفريم ده فين السلاب اللي موجود على الفريم ده؟ بصوا حاجه ورا كده. فلما انا قلت لك ان الفريم ده نفسه عشان تموديل هتموديل في الاكس زد، طب السلاب اللي فوق دي اللي هي دي عشان تعمل لها موديلنج، هعمل لها موديلنج، ادي ده الاكس وده الواي اللي هو الاندبس اللي انا قلت لك عليه، فهموديلها في الاكس والواي. كده خلصنا اول نقطه في تعريف الاكسيز بتاعه البروجرام، البروجرام بيبقى فاهم ايه، تمام. دي من اهم الحاجات اللي احنا ايه نبدا بيها، تمام. خلينا نكمل. اول حاجه انا قلت لك ان انا عايز ابقى موديل ايه، اموديل البيم دي، اتفقنا البيم دي موجوده في الايه في الدايركشن اكس زد. بصوا يا جماعه انا بادئ من الاول خالص، انا يعني بتعامل مع ان انت مش عارف ايه اصلا البروجرام، فانا بادئ معاك من اول خطوات خالص. انت كل اللي انت هتعمله، اول حاجه انا قلت لك ان دي خلاص انا عرفت ان هي هيحصل لها موديلنج في اكس زد، تمام. اول خطوه بعملها خالص ان انا احط الجريدز بتاعتي، تمام. ايه هي الجريدز بتاعتي؟ تعالى نيجي هنا، انا قلت لك ان ده، قلت لك ان ده الدايركشن بتاع الاكس وده الدايركشن بتاع الزد، تمام. تعالى نيجي نعمل الجريدز بتاعتي، فيبقى عندك جريد هنا عند الصفر، صح، مش دي عند اكس ايكوال ايه ايكوال زيرو، تمام. وعندي جريد هنا، الجريد هنا دي عند اكس ايكوال كام؟ اكس ايكوال 8، لان المسافه دي 8 متر. هل حد عنده مشكله في النقطه دي؟
بسيطة. تمام. طب هل عندي حاجة في الزد؟ لا انا ما عنديش حاجة فوق، لان هي البيم دي عبارة عن لاين واحد. طب امتى يبقى عندي حاجة في الزد؟ لو انا بس بمود الفريم، فبيبقى عندي نقطة، نقط في الاكس ونقطة في الزد، لان هو الفريم ليه ارتفاع، لكن البيم دي ملهاش ارتفاع لفوق. طب هل ليها حاجة في الواي اللي هو الاندبس جوه؟ لا برضو ما فيش. تمام. عايز احط الكلام ده على ايه؟ على السد. كل اللي انت هتعمله كليك يمين، ترايك كليك، ايديت جريد داتا. تمام. هو بيقول لك جلوبال سيستم. هو جلوبال سيستم ده لو تفتكر، ايوه هو ده اللي انا قلت لك ان ده الاكس بتاعه وده الزد بتاعه وده الواي بتاعه، ده نفس الشرح اللي انا شرحته. تمام. وقلت لك ان احنا نجيب فيو اكس زد. هتدوس كليك يمين وتدوس ايديت جريد داتا موديفاي اند شو سيستم. تمام. اول حاجه هنا الاكس كوردينت، اول كوردينيت موجود عندي هو كام؟ هو صفر. تمام. وايه تاني؟ قلت لك صفر و8 متر. طب وفي الواي؟ الواي انا ما عنديش حاجه غير هو الصفر، ان انا ما عنديش اي جريدز في الواي، ما عنديش اي جريدز في الزد. وادوس اوكي، وادوس اوكي. هتروح دايس هنا تدوس تاني على الاكس زد فيو عشان يظبط لك الفيو، لان انا ايه الفيو حصل له زي يعني ايه ان انا حصل زومينج فيه. تمام كده جاب لك ادي البيم موجوده عندك. زي ما انا شرحت برضو في التوتوريال، انا كل اللي انت هتعمله انا هدخلك على ثلاث قوائم بالظبط، هم دول اللي هنجيب منهم ثلاث اماكن هندخلهم، هم دول اللي هنجيب منهم كل حاجه في الموديل. تمام. اول حاجه موجوده عندك هي ايه؟ ديفاين. هتدخل على ديفاين، واول حاجه تدخلها ماتيريالز. تمام. هتقول لي اد نيو ماتيريال. انا كده عايز اعرف الماتيريال الموجود عندي، مثلا دي هنسميها ايه؟ كونكريت. سميتها كونكريت. الماتيريال تايب دي خليها لي كونكريت. طب الويت بير يونت فوليوم، ايه الويت بير يونت فوليوم ده؟ لو تفتكر في السؤال بقول لك ان عندك حاجه اسمها جاما، وبقول لك ان الجاما دي ب 25. طب عايزين بقى نابلاي الكلام ده هنا. خلاص انا دي ده الويت بير يونت فوليوم، اخليها الجاما ودي ب 25. ده حاجه اسمها المودلس اوف الاستيستي، ده احتاج ان انا احطه لو هو مديهولي جيفن. يعني احيانا بيديني في السؤال يقول لي المودلس اوف الاستيستي مثلا ب 200,000، هضطر ان انا احط. دي حاجه اسمها سبيسيفايد كومبريسيف سترينث، دي بتعبر عن الكومبريسيف سترينث بتاع الخرسانه. تمام. دي برضو احيانا ان هو لو اداها لي جيفن في السؤال بغيرها، ما اداهاليش بسبب الديفولت بتاعي. اهم حاجه ان انت طول ما انت شغال واخد بالك ان هنا دي كيلو نيوتن متر، واخد بالك من تحت هنا تحت المكان اللي هو اللي انا بعمل عن طريق الريكورد، في هنا يونت، اليونت دي المفروض تبقى كيلو نيوتن متر. ده اهم حاجتين انت مركز عليهم. دوست اوكي. كده انا عرفت الماتيريال اللي كونكريت، وادوس اوكي. تعال لي تاني عند ديفاين. تمام. كده انا عرفت اول حاجه، عرفت الماتيريال بتاعي. هو كده بيعمل زي اللودنج، ما فيهاش اي مشكله. كانت عرفت الماتيريال. تاني حاجه انا قلت لك مش هدخل على غير على قائمه ديفاين، وبعد كده هدخل على قائمة درو، وبعد كده هدخل على قائمة اساين. تمام. ديفاين. كده عرفنا الماتيريال. بعد كده تعالى عرف لي السكشن بروبرتيز. حد هيسألني ايه السكشن بروبرتيز؟ يعني انت داخل هنا تعرف ايه؟ انا هنا داخل اقول للبروجرام، انا مبدئيا عرفت من اول خطوة الماتيريال بتاعتي. ده هنا داخل اعمل ايه؟ داخل هنا اقول للسكشن ان انا عندي السكشن معين، ده اللي انا هستخدمه، اللي هو سيكشن فين مثلا. يعني انا هنا مثلا في السؤال بتاعي بيقول لي ان انت عندك دي بيم 25 في 60، عايزين نعرف الكلام ده. فتيجي ديفاين سيكشن بروبرتيز فريم سيكشن. طب افرض ان هي دي ما كانتش بيم، في اريا بروبر اريا سيكشن، امتى اختار اريا سيكشن مثلا؟ ده لو انت عندك بعرف سلاب بتاعتي اريا. طب امتى اختار فريم؟ فريم ده لان انت بتعرف بيم، اي بيم هي بتختارها ايه؟ فريم سيكشن. تمام. التندم او الكيبل دول بستخدمهم في حاجات ادفانسد بعد كده مش هتحتاجها دلوقتي. تمام. تعال ندوس فريم سيكشن، اد نيو بروبرتي. تمام. هو بيقول لي هنا ايه السكشن؟ انا عايزه سكشن كونكريت، السكشن يبقى ريكتانجلر، اسم السكشن ده هسميه بي. تمام. 25 في 60. تمام. هنا بيقول لي الدبس والويتس. ناس كتير بتلخبط ما بين الدبس والويتس، خلينا نتفق على مبدا كده وده اللي هنكمل بيه على طول. اي سكشن في الدنيا الدبس بتاعه يا اما قد الويتس يا اما اكبر من الويتس،
يعني هو لو اداك مثلا بي 25 في 60 يبقى على طول ال 60 ده الدبس والويدث 0.25 تمام. واداك رسمه السكشن اهي. بس حاجه مهمه هنا تخلي بالك من الماتيريال، الماتيريال دي تغيرها لي تخليها لي كونكريت اللي انت اوريدي عرفتها، وادوس اوكي. اوكي كده انا عملت اول ايه، اول قايمه اللي انا قلت لك هندخل عليها. بعد كده هدخل على تاني قايمه قلت لك عليها درو. بلان درو، درو بيقول لك في حاجه عندك اسمها، مبدئيا في حاجه اسمها درو سبيشال جوينت، هقول لك دي ايه فايدتها بس مش دلوقتي. خلينا اول حاجه ادي درو فريم او كيبل او تندون، انا هدوس درو فريم. لما دوست على درو فريم لو تلاحظ هنا جايب لك السكشن اللي انت هترسم فيه اللي انا هختاره. ايوه انا هو عايز السكشن اللي هو 25 في 60 اللي هو سكشن الكاميرا. تمام هتروح جاي كده بادئ من اول نقطه لاخر نقطه تمام، وبعد كده اروح دايس اسكيب كده ايه لغى لي الكوماند بتاعي تمام. طب انا عايز اعلمك طريقه تانية هتدرو بيها برضو الفريم، دوس كنترول زد هلغي ده، وكل اللي انا هعمله برضو درو واختار كويك درو فريم. بص لو اخترت كويك درو فريم ده وعلمت هنا هو بيسنب على الجريد نفسها اللي انا حطيتها وروح حاطط لي الفريم على طول من غير ما انا احدد من هنا لهنا. نفس الفكره الطريقتين حاجه واحده، ممكن تستخدم اي طريقه فيها. بعد كده لو تلاحظ طالما ظاهر لي السهم بالمنظر ده الارو كده، ده معناه انا لسه جوه الكوماند ده، هدوس اسكيب كده انا طلعت منه ظهر لي الماوس العادي تمام. بعد كده بعد ما عملت درو انا قلت لك دي تاني قايمه هنوصل لها، تالت قايمه ودي الاخيره الساين. هتقصين ايه؟ مبدئيا كده انا فهمت البروجرام عندي ان انا عندي بيم، والبيم دي قلت له ان انا عندي بيم زبانها 8 متر. لو تلاحظوا هنا لما وقفت هنا، بص لو تلاحظ تحت كده تحت هنا مكتوب هنا ايه 8 متر، اتاكد من الحته دي لان انت ممكن تكون عامل الجريدز غلط فتلاقي هنا الفاليو مختلف. انا هنا ايه كده عرفت ان ادي دي نقطه عند الاكس بتساوي 8 والواي ب 0 والزد ب 0، وهنا الاكس بتساوي 0 والواي ب 0 والزد ب 0 كده انا ايه شغال تمام. تمام انا بعد ما عرفته انا كده معرفه ان انا عندي سكشن كاميرا محطوط كده في الهواء، عايز اعرف السبورتس بتاع السكشن ده. هتعلم كده اتعلم كده الساين تمام جوينت ريسترينز تمام، وتعرف لي السبورت بتاعك. هتعرف ده ايه السبورتس اللي موجوده دي، ده رولر يعني لو عندك رولر تمام، وده الهنج وده الفيكست بنفس رسمتهم كده. انا هعرف ايه، انا مبدئيا انا قايل لك انا هنا لو تلاحظ في الرسمه اللي انا مديها لك جيفن اصلا، بص انا قايل لك ان دول هنجز. ازاي اعرف ما افرق ما بين الحاجات المختلفه؟ بص يا جماعه لو جايب لك مثلث كده وعليه عجلتين كده تحتيه تمام، ده معناه ان ده ايه، ده رولر. لو جايب لك مثلث كده ده معناه ان ده هنج، مثلث كده وتحتيه حاجه بالمنظر ده هنج. تالت حاجه جايب لك حاجه بالمنظر ده معناه ان ده ايه، ده فيكس تمام. معلش هو البروجرام في الدروينج معلش بتاعه مش قد كده بس قشطه تمام. تعالى هنا انا جايبه لك حاجه هنج، ده الهنج وقلت لك ده الرولر وده الفيكس، اختار هنج وادوس اوكي. كان تعرفت البيم بالسبورتس بتاعها، باقي اعرف اللودز. خلينا نتفق على حاجه، اي حاجه محتاج اعرفها بتروح على حاجتين، اول حاجه تعرف الحاجه دي ايه هي، وبعد كده بتعمل لها اساين تحطها لي هنا. طب انا عايز اعرف اللودز كده، تعالى عند ديفاين ولود باترنز تمام. انا هعرف ايه نوع اللود اللي انت هتعرفه، ارجع للمساله تاني. بص انا بقول لك انت عندك لود ب 10 كيلو نيوتن وده نوعه ديد لود تمام، ارجع كده ده ديد والتايب بتاعه ديد. السيلف ويت مالتي بلاير ناس بتلخبط كتير فيه، ايه السيلف ويت مالتي بلاير؟ السيلف ويت مالتي بلاير ده يا اما بواحد يا اما بزيرو. ايه معنى ان هو بزيرو وايه معنى ان هو بواحد؟ بحطه بواحد ده لو انا بقول للبروجرام ان انا مش هديك الديد لود، يعني انت لو الديد لود مش جيفن معاك في المساله وعايز البروجرام يحسبه انترنالي جواه تمام. لكن طب انا هنا في السؤال ده لا، انا هنا مديك الديد لود اهو، بقول لك ان معاك 10 كيلو نيوتن لكل متر رام وده ديد لود خلاص. يعني اذا انا اللي هحط اللود، طالما انا اللي هدخل له اللود اخلي ده بزيرو، ودوس موديفاي لود باترن. تتاكد ان انت دوست موديفاي لود باترن عشان يغير لك دي بزيرو كده. انا دوست ايه وادوس اوكي كده، انت عملت اول خطوه عرفت اللود. هل اللود ده البيم دي حست بيه؟ لا لسه، عايز اعرفه احطه بقى على البيم. هتعلم عليها كده
ودوس اساين فريم لود تمام ديستريبيوتد تمام وده ديد. اختار لي بقى الفاليو بتاعت اليونيفورم لود ده، انت عايز الفاليو بتاعته بكام؟ تمام انا هنا لو جيت للسؤال تاني هتلاقيها ب 10 كيلو نيوتن لكل متر رن. تمام اجي هنا اكتب 10 تمام. الدايركشن بتاعها الكوردينتس، ده انا شغال جلوبال كوردينتس، اتجاه الزد الدايركشن جرافيتي ده معناه انه نازل لتحت، ولود يونيفورم ديستريبيوتد عادي، وادوس اوكي حط لي اللود ادي اهو يونيفورم ديستريبيوتد ب 10 ايه ب 10 كيلو نيوتن. تمام كده انت خلصت عملت موديلنج للبيم دي وعملت كل حاجه. طب خلاص، طب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده ان انت تران الاناليسيس. تران الاناليسيس ده معناه انا بقول له اديني بقى خلاص حل لي السؤال، هعمل ران اناليسيس هدوس هنا في مودال كيس. المودال ده بتاع الزلازل انت حاليا مش محتاج، دو نوت ران كيس، واول كيس دي هي اللي هعمل لها ران كده وادوس ران ناو. ده طبعا انت بعد ما هتدوس ران ناو هيطلب منك ايه؟ هيعمل لك زي لودنج كده ويطلب منك مكان هتسيف فيه الفايل. تمام انا مثلا هسيفه في اي مكان مفرقش معايا، هعمل مثلا نيو فولدر تمام، ونيو فولدر مثلا ده هسميه 1 وادوس السيف. تمام ايه المنظر اللي هو مديهولك ده؟ بعد ما بيعمل ران ده شكل الديفليكشن. ايه الديفليكشن؟ مش دي بيم وجاي عليها لود؟ طبيعة اي حاجة لما بحط عليها اللود كده بتحصل لها ديفليكشن، ان هي بتهبط لتحت. تمام الحقيقة يعني انت هنا مثلا لو جيت تعرف قيمة الديفليكشن ده هتلاقيها بحاجات يعني مليهات بسيطة جدا، فدي حاجة انت ما بتعرفش تشوفها بعينك بس البروجرام بيديها لك. تمام عايز اجيب القيم اللي موجودة عندي. تمام هتروح دايس هنا display show forces and stresses. هل عايز تصغرها على الجوينتس ولا الفريمز او الكيبل؟ طب لو جيت هدوس جوينتس الاول، طب الجوينتات دي ايه اللي يظهره لي عليها؟ دي معلش غير ايه؟ غير يا دوبك الرياكشنز. هدوس اوكي جاب لك الرياكشنز هنا ب 40 وهنا ب 40. طب حد يسأل نفسه طب هل الرياكشن ده طبيعي؟ طب تعال نعرف هو طبيعي ولا لا. يعني انا افرض ان انا عايز اتاكد ان النتائج دي بتاعت صح ولا غلط. انت هنا عندك لود ب 10 كيلو نيوتن متوزع على سبان 8، 10 في 8 هيديك اللود ده معناه ان هو ب 80. لو عملت له زي عملت له زي سم اب كده يبقى نقطه كده هنا ب 80 كيلو نيوتن لكل متر ران، يعني الرياكشن هنا ب 40 وهنا ب 40. مدولك ب 40 وب 40. طب خلاص دي كده تمام. طب ظهر لي المومنت بقى ديسبلاي شو فورسز اند ستريسز فريمز او كيبل، وظهر المومنت. عايز المومنت النتيجة تانية كيس انا عايزه نتيجة الديد. هتظهر ايه؟ هظهر ام 3 3. انا هقول لك في اخر الفيديو ليه ام 3 3. دايما لما بعوز اظهر المومنت بختار ام 3 3، ولما بعوز اظهر الشير بختار شير 2 2. اخترت ام 3 3. هل انت عايز يعمل فيلينج للدياجرام ولا شو فاليوز اون دياجرام؟ عايز تشوف الفاليو ولا عايز يعمل لك فيلنج ان هو يديك لون وخلاص؟ لا انا عايز اشوف الفاليو وادوس اوكي. جاب لك ادي المومنت وهنا ب 80، واليونت بتاعتك زي ما انا قلت لك انت اليونت اللي احنا شغالين بيها كيلو نيوتن ومتر، يعني هنا 80 كيلو نيوتن في متر. طب عايز اتاكد دي صح، ارجع لي بقى الفايل الجيفن معاك. انا قلت لك ان احنا عندك لود ديستريبيوتد على كاميرا، واللود ده ب 10 كيلو نيوتن لكل متر ران وسبان 8، يعني المومنت في النص دبليو ال سكويرد على 8. تعال نطبق الكلام ده، الدبليو هنا ب 10 والسبان اللي هو ال سكويرد 8 سكويرد على 8 يديك 80 كيلو نيوتن في متر. يعني اذا المومنت في النص ايه 80، يبقى انا كده شغال صح. تالت حاجه ممكن تظهرها هتدوس ديسبلاي شو فورسز اند ستريسز فريمز او كيبل، ظهر لي شير 2 2 وادوس اوكي. دي الفاليوز بتاع الشير الطبيعي. لو احنا كنا مش زمان واحنا بنرسم الشير عادي، انا كنت باجي من الشمال لليمين واطلع كده وانزل كده واجي كده، هو عاكس عاكس الدياجرام، مفيش مشكله. اهم حاجه ان الفاليوز بتاعته مظبوطه. كده ظهرت الثلاث حاجات اللي انا محتاجهم. طب عايز اظهر الحاجات دي بطريقه اسهل من كده، يعني انا مثلا بدل ما اقول لك ديسبلاي شو فورسز اند ستريسز وتخش، لا في حاجه اسهل من كده بكتير. شايف الايكون دي؟ هتقف هنا
تمام. هختار جوينتس ولا فريمز؟ اخترت فريمز، قصدي اخترت جوينتس، وادوس اوكي جاب لك الرياكشنز. اقف هنا، اختار فريمز او كيبورد، وام 3 3 جاب لك المومنت. اقف هنا، فريمز او كيبورد، شير 2 2 جاب لك الشير. تمام تمام اخر نقطة محتاجها انت دلوقتي، انا بقى هنا محتاج ايه؟ بصوا يا جماعة، اتعودوا اي سؤال هيطلبه منك انت محتاج تطلع له الفاليوز دي، ما ينفعش تسيبها لي فاليوز كده. يعني انا ما ينفعش اما اديك مثلا السؤال ده في الامتحان او الان كلاس تيجي تسيبه لي زي ما هو كده، لا ما تسيبليش الفايل زي ما هو كده. انت كل انت اللي انت هتعمله، انا طالب مثلا منك في السؤال ده عايز الشير والمومنت والسبورت والسبورت رياكشنز، هتيجي كده وتفتح لي فايل وورد. تمام، ادي فتحت فايل وورد. وتختار الشاشة مثلا بلانك. تمام، عايز بقى ابتدي احط الفاليوز في فايل وورد ده. تمام، ايه اول حاجة انا طالبها منك؟ الجوينت رياكشنز. هتيجي تدوس هنا وتدوس لي جوينتس، وادي ده نتيجة الديد، وشو ريزلتس از ارو، وادوس اوكي. تمام كده جاب لك ايه؟ ده السبورت رياكشنز. هل هتظهروا لي بقى؟ عندك حلين، يا اما تاخدوا برنت سكرين وتاخدوا كوبي، او حاجة تانية هتدوس على علامة الويندوز وتكتب حاجة اسمها اس اي سنيبنج. هتلاقي في حاجة اسمها سنيبنج تول، هتدوس عليها وتدوس نيو وتاخد المكان ده تعلم عليه. كده جاب لك صورة فيها المكان اللي انا علمت عليه. هدوس كنترول سي او ادوس كوبي من فوق هنا، كوبي، دوست عليها، روح داخل على فايل وورد، كنترول في. كده انت ايه؟ ظهرت لي الجوينت رياكشن. طب اظهر لي تاني حاجة المومنت، تعالى من فوق هدوس هنا فريمز او كيبلز، اختار لي ايه، وادي نتيجة الديد، اختار لي ام 3 3 وشوف فاليو زون دايجرام، وادوس اوكي. ادي جاب لي اهو الدايجرام وادي الفاليو. تمام، وليكن ان واحد مثلا، انت مثلا عندك مشكلة ان الباك جراوند دي عايز اغيرها، شكلها الاسود ده مش موضحة الفاليو، هاجي اعمل ايه؟ اوبشنز color display، وتيجي هنا تختار لي مثلا ايه، white background و set selected scheme، دوس اوكي. شايف جابلك اهي، بس شايف هنا بقى اللون اسوأ بكتير، يعني هنا بقى لونها اصفر مع خلفية بيضاء، لا الموضوع كده مش نافع. تعالى لي برضه عند options colors display، تمام، وتختار لي output. انت عايز تغير اللون الاصفر ده، هدوس على اللون الاصفر. عايز تغيره بلون ايه؟ لون ازرق مثلا، وادوس اوكي، وادوس اوكي، غيره لك بلون ازرق. تمام، بعد كده نفس الموضوع، ادي ده السنيبنج تول اللي احنا فاتحينها، ادوس نيو وتاخد لي الكلام ده بالسنيبنج تول كده، وتدوس كوبي هنا، كنترول في. كده انت ظهرت، ادي ده الجوينت تراكشنز، وده البندنج مومنت. ايه تالت حاجه عايز اظهرها؟ اظهر لي ظهر لي الشير. تمام، هتظهر الشير ازاي؟ نفس الكلام، هدوس عند هنا او هتجيبها من ديسبلاي. لا الاثنين نفس الفكره، ممكن تدوس ديسبلاي شو فورسز اند ستريسز فريمز او كيبل ونتيجه الدل، وتختار شير 2 2 وتدوس اوكي، جاب لك الشير. طب الفاليو هنا صغيره، تحس ان هم صغير، عايز اكبر السكيلينج بتاعها، دوس اوبشنز دايمنشنز اند توليرنس. تمام، وده مثلا خليه 8 وده خليه 10، وادوس اوكي. شايف كده السكيلينج بتاعها اتظبط وبقى شكلها انضف بكتير. وتيجي هنا تختار نيو وخد لي ده كده، وهختار برضو كوبي. تمام، وتيجي في الفايل هنا ندوس كنترول في، وهتسمي لي الفايل ده فايل، وتختار سيف از، وتسميه باسمك زائد الاي دي. حلو، مثلا هسيفه على الديسك توب مثلا محمد 11 مثلا 40 معرفش. تمام، وتسيفي وتسيف الفايل ده، الفايل اللي انت هتسلمه لي. سلمني بقى الفايل ده، كل سؤال هتعمل فيه نفس الحركة ده، يعني انت سميته محمد كذا، معلش انا اتلخبطت في التسمية شوية. لا انت بص، انت المفروض هتسميه اسمك زائد الاي دي، يعني انا مثلا سميته محمد 11 كذا، اسمك زائد الاي دي، وتسيب مسافة كده وتقول مثلا question 1 عشان ابقى عارف ده ايه بالظبط.
تمام تمام دي اخر حاجة، ده اول اكزامبل هنبدأ بيه. هديكوا بقى اكزامبل تاني هقوله دلوقتي. انا هعمل الاكزامبل التاني في فيديو تاني غير ده، بس عشان انت ايه، انت بتعرف تعمله داونلود عشان المساحة والكلام ده. تمام، يا انا اتمنى ان انتوا تكونوا يعني الموضوع مفيد، وانا والله مش يعني انا مش متأخر عليكم في اي مساعدة. الناس انا عارف ان الريبريزنتيف بتوعكم جم قالوا لي ان هم يكونوا عايزين يعملوا زي ميك اب كده، ان انا الم لهم الدنيا ده، وقلنا هعمله يوم الاربع، بس انا للاسف فعلا ما كانش عندي وقت. تمام، اي حد عنده سؤال او ستيل عنده مشكلة في اي حاجة ممكن تجي لي يوم الحد، انا مكتبي في روم 104. تمام، دي نقطة. او تاني حاجة ان انت مثلا ابعت لي ميل، يعني لو عندك اي مشكلة في اي حاجة ابعت لي ميل. بص على الميل بتاعي عادل دوت الباتن ات بيوي دوت ايديو دوت ايجي. تمام، ابعت لي ميل في اي وقت لاي حاجة انت ايه عايز تفصل عنها، ما عنديش اي مشكلة ان انا اساعدك في اي حاجة. ماشي، شكرا.